المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. Dini bizning üçüncü dərəcəsi basqışı ul ihsan. لأن الدين الإسلامي ثلاث مراتب ثلاث درجات. Çünki dinimiz İslam ul üç dərəcədən durur. المرتبة الأولى الإسلام. إن birinci dərəcə, إن birinci basqış ul İslam. وأركان الإسلام خمس. İslam dini beş arkandan durur. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان وأركان الإيمان ستة. İkinci indi dərəcəsi ul iman. Həm iman indi altı arkandan durur. المرتبة الثالثة من مراتب الدين الإحسان. Həm dinimizin indi üçüncü dərəcəsi basqışı ul ihsan. والإحسان ركن واحد. İhsanın bir yana arkanı var. Nəm. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. هم شو شو بارلك ديني بزنن إند درجة إيش درجة سنة دليل بلب جبريل عليه السلام من حديث ترى.